الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. إلى الكلام على آيات الأحكام. نفات الأحكام هو الحمد لله. أنا أريد لأنه إحنا أنا خدمة كتاب الله واجب وشرف عظيم، فالحمد لله علوم القرآن أنا انتهيت منها كلية بفضل من ربنا ونعم مشروحة بأسرها وعطتها في الجامعة بفضل الله جل وعلا. آيات الأحكام تنتهي، سندخل في أسرار البلاغة في القرآن حتى يكون فيها البديع ونبينه، فأكون عمق كل ما كان خدمة لكتاب الله يكون انتهينا، وكذا الرسالة تكون يعني على الأقل بلغت مداها في العهد الأول في مسألة الكتاب بيننا وبين ربنا جل في علاه. فيكون بعد آيات الأحكام أسرار البلاغة في القرآن لبيان البديع، وبعدها بفضل الله جل في علاه يعني الفقه صراحة كان المفروض ينتهى من المهذب وأسكت، لكن هذه من الله جل في علاه، هذه من الله جل في علاه، انتهى بعد المهذب انتهى المنهاج كلية فضل من ربنا والتنبيه إلى الصلاة. وهذه كانت الخير مبتدأ بطريقة للناس وأصول فقه، ما بقي لنا في أصول فقه إلا قواطع الأدلة فقط، وكل كتب المتقدمين والمتأخرين قد انتهت بفضل من ربنا. نعم كتب الاعتقاد ناقص إن احنا نؤلف يا الحمد لله وشكرا أنا الله وهذه الكتب بفضل من ربنا. نعم هو أنت تدخل سترى كل هذه السلاسل قد أنهاها الله جل وعلا. تذكرني برجل بني إسرائيل عندما فتح بابه فتح الله عليه. فتح الله عليه أبواب. فهي بقى هي من الله، هي من الله. فإن شاء الله سيكون أسرار البلاغة في القرآن لكن بعد آيات الأحكام، وأنا على مشارف يعني حقا على مشارف الانتهاء. في منتصف الطريق الآن. بفضل من ربي ونعم في آيات الأحكام في كلية القرآن. أسأل ربي جل وعلا أن يفتح لنا وأن يجعله إخلاص لوجه الله الكريم. ونسأل الله جل في علاه ألا يعملنا بما نحن أهل له ولا يعملنا بما هو أهل له. اللهم أمين رب العالمين. طيب عندنا من الأحكام رضي الله عنك عائشة أحسن الله كأنف الزكية، عندنا من آيات الأحكام تكلمنا على مسألة الحكمين وكيفية علاج علاج اعوجاج المرأة. المرأة لها اعوجاج، نعم لها اعوجاج، هي خلقت من ضلع أعوج، وليس الحق في اعتدال هذا الضلع بكسره، هذا غباء مستحكم. وقلنا أن هناك فن تعامل مع النساء ليستطيع المرأة أن يصل إلى المرأة، والمرأة أصلا يعني كتلة عواطف مش متراكبة ولا متراكمة لكنها كتلة عواطف متناسقة، يستطيع المرأة أن يصل إليها لكن الواحدة تلو الأخرى بفن التعامل صنعت السيطرة على العقل بعدم إظهار السيطرة على العقل، لأنها تأبى جدا أن يسيطر عليها أحد. يعني المرأة أصلا من طبعها أنها تسيطر، أنها عندها إعاز بالسيطرة على الرجل لأنها تحسبه طفلا صغيرا فتعامله وتهدهده على أنه طفل صغير. فالطفل الصغير إن كان ماكرا استغفر الله ليس ماكرا كان ذكيا لبيبا قريبا يبقى في يدها طفلا وهو رجل المواقف فيسيطر على عقلها دون أن تدري بسيطرته على قلبها. يعني أصلا المرأة لا يسيطر على عقلها إلا بسيطرة على قلبها، من لم يستطع أن يسيطر على قلبها لن يعمل شيئا مع عقلها بحال من الأحوال. رضي الله عنك يا أستاذ أمل، نسأل الله أن يرزق الذرية الطيبة وأحسن إليك وأحسن أهل الجزائر جميعا، أهل فضل وكرم وروائع بيان، نسأل الله أن يحفظكم جميعا. هل يجوز في الحكمين أن يكون من غير الأقارب؟ لأن الله تعالى رتب التعامل وتكلم بعد الهجران قال فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، والتصريح في الآية حكما من أهلي وحكما من أهلها، فهل المسألة واقفة على الأقارب أو يكون الحكم أيضا من غير يعني الأقارب؟ فالعلماء اختلفوا هل لابد أن يكون من الأقارب وهل يجب أن يكون من الأقارب أم لا، اختلف العلماء في ذلك على أقوال. والصحيح ما حمله جمهور أهل العلم أن القول لا تعالى فبعثوا حكم من أهلي وحكم من أهلها أن على الاستحباب، أنها على الاستحباب وليست على الوجوب. ليش؟ لأن أول شيء أن المسألة على الحكم، والحكم للقاضي، والقاضي له أن ينصب من يصل بالنتيجة فيه إلى الإصلاح، فالمطلوب الإصلاح أصلا. فلذلك التنصيص على الأقارب لأنهم أعلم الناس ببواطن الأمور وأعلم الناس بالمشاكل التي وقعت بين الزوج وزوجه،
فيستطيعون الوصول بشكل أسرع وبشكل أسلم أيضا إلى الحلول. فيكون الرجل الذي يعلم بواطن الأمور من ابنته أو ابنت أخته أو ابنت أخيه، يعني يعلم سمات الشخصية والطباع المختلفة، وأيضا إذا جاء عمه أو أخوه أو جاء ابن عمه أو جاء جده فهو يعلم أيضا سمات شخصيته وطباعه، فتتقارب المسافات عند تجاذب أطراف الحديث والحوار بين الحكم من أهلي وحكم من أهلي، لأنهم يعلمون كما قلت بواطن الأمور، فتكون بهم باليد إلى الوصول إلى الحلول. لذلك ذكر الأقارب لا للشرطية ولكن للغالبية، لا للشرطية ولكن للغالبية، يعني أي حكم ممكن أن يكون رجلا لبيبا قريبا فطنا يستطيع أن يصل إلى الحلول السريعة في تقارب الأذهان، يكون هو أصلح الناس في ذلك سواء كان قريبا أو ليس بقريب، لأن النتيجة المطلوبة هو ذلك، النتيجة المطلوبة هو ذلك. ما هو؟ هو الإصلاح. نعم، الإصلاح بينهما. رضي الله عنك أستاذ محمود، أحسن الله عليك حبيبي. فإذا قلنا كذلك فنقول ليس شرطا أن يكون من الأقارب، ليس شرطا أن يكون من الأقارب، بل يكون حكما من العقلاء الذين لهم الرشد ولهم حسن التعقل وحسن الحديث وأيضا فهم النفسيات، فيكون هو الذي يصل بذلك إلى بر الأمان مع الزوج والزوجة. واختلف العلماء أيضا في المخاطب بقوله وإن خفتم شقاق بينهما، هل هم الأزواج؟ يعني الصديق قال الخطاب للزوجين أم هم الأولياء؟ نعم، أم ماذا؟ الحق أن في قولي وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكم من أهلي وحكم من أهلي، الكلام للحكام، الكلام هنا للقاضي، ولذلك القاضي والذي ينفذ هذا الباب بإتيان، فهم هنا المراد بالآية وإن خفتم شقاق بينهما كما قلنا أنه للأولياء أو للحكام. وفي قول فابعثوا حكم من أهلي وحكم من أهلي، الشافعي يقول هذا فابعثوا أمر ظاهره الوجوب، فيجب أن يبعث الحكمين إن لم يستطع أن يصل بالمرة إلى بر الأمان بالوعظ والتذكير والنصح والإرشاد والهجر والضرب غير المبرح الذي وصفناه امبارح، وأيضا بينا أنه ليس بالجيد. فهو يصل هنا بمسألة الحكم يبعث من يصلح بينهم، فابعثوا وهذا أمر وظهر الأمر الوجوب، وظهر الأمر الوجوب. واختلف الفقهاء أيضا في الحكمين هل لهما أن يفرقا بين الزوجين أم لا، هل لهما أن يفرقا بين الزوجين أم لا. المسألة على خلاف بين العلماء على قولين، قول قال أن الحكمين لهما التفريق، يعني لو وجد أن الحياة استصعبت وأن تحكم الهوى بين الزوج والزوجة والمسألة ليست على ما يرام في الوفاق فالحكم يقول الطلاق يقع، فهل حكمه بالطلاق يقع أم لا. الحنفية ومن قال بقولهم قالوا لا يلزمه إلا أن يرجع إليه بالرضا، هذه أحكام إرادة نفسية، ما أستطيع أن يكون يعني كذلك جابرا أو يكون مسلطا على إرادة الزوج أو الزوجة، فحكمه لا ينفذ إلا إذا ارتضيا بذلك، يعني يقول الطلاق فهم يقولون نعم نريد الطلاق فيطلق، أما إذا طلق هو من نفسه فهل ينفذ حكمه أم لا. كما قلت قالوا هذه إرادة الزوج والزوجة ولا سلب لإرادتهما، وهذا كلام قريب جدا. وأما الشافعية وأما مالك فقال أن لهما أن يلزم الزوجين بدون إذنهما، يعني يطلق فيقع الطلاق، والشافعي له قول يوافق الحنفية والحنبلة وقول يوافق المالكية. والصحيح أن قول الحنفية هو الصحيح الراجح في ذلك، الإرادة لا تكون مسلوبة والمسألة هو مجال الإصلاح، فليس له من مهمات ليس من مهمات الفرقة، بل من أهم المهام الذي يترسمها هو الإصلاح. فبعث حكم من أي حكم من أهلي، قال يريد إصلاح ويريده، الإرادة ظاهرة هنا لأنها ليست مسلوبة، الإرادة هنا ليست مسلوبة، يريد إصلاح ما في قضاء بينهم، يبقى إذن الإرادة هنا ليست مسلوبة، فيكون الصحيح في هذا الباب هو أنه يعني إذا 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 قال بالطلاق لا ينفذ قولهما حتى يكون الرضا، حتى يكون الرضا من الطرفين من الزوج والزوجة. الإيش؟ قد يكون الإصلاح فيه الطلاق لكن يكون بالعرض،
لا يكون بالإجبار، يكون بالعرض لا بالإجبار. والمعنى أنه يعرض يقول الطلاق أولى لكم الآن، وأصبحت العيشة بينكما فيها شيء من الاستحالة لنفرة الطبايا، ويقول بذلك. لكنه أن يلزم يقول أنتما على الطلاق، هذا لا يصح بحال المحوال. فهذا نكون انتهينا من أحكام الخلع وأحكام الطلاق، وهذه أيضا فيها بفضل الله تعالى ما فيها من يعني هذه أحكام الأسرة يعتبر انتهت بفضل من ربنا ونعمة. نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين الحسنات. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.